مساء الخير وحلقة جديدة في دائرة الضوء على النهار اليوم. النهاردة الثلاث معادنا الأسبوعي مع الأستاذ الدكتور محمد وهدان أستاذ الإعلام في جامعة الأزهر. الدكتور وهدان النهاردة بخلاف الرسائل اللي هيرد عليها مع حضراتكم والسادة المشاهدين بعتنا النهاردة هتكلم على مداخل الشيطان إلى الإنسان. مداخل الشيطان إلى الإنسان لأن حاجات كتيرة من اللي بتحصل حوالينا ديت أعمال شيطانية، وربما الحقيقة أنا في رأيي أن بعد اللي عملوا الإخوان والترتيبات اللي كان عاملينها والحاجات اللي بيعملوها والقتل والكذب وكل الفظائع ديت، وإن هم مضحيين بكل الناس اللي حطوهم في ربعة، ضحوا بيهم هم عشان قضية بتاعتهم، هم ضحوا بيهم ولا كان عندهم ولا عايزين مرسل ولا عايزين أي حاجة، هم عايزين يتفاوضوا، عايزين مش مهم لا مرسي يجي، المهم ان يبقوا موجودين تاني، يبقوا موجودين تاني في الحكم. فكونوا يضحوا بكل دول ويحطوا دول كلهم ويضحكوا عليهم ويقولوا لهم دي الشهاده انك انت تقعد هنا الشهاده وانك انت تستشهد مش عارف تعمل ايه والكلام ده كله، ويعمل الشيطان هنا لما يجي مداخل ايه؟ انا بهتيالي عايز اقول للدكتور وهدان الشيطان ايه اللي هيخش هنا الانسان؟ ده الانسان ده الشيطان واقف يتعلم على الاساتذه، ده دول اساتذه للشيطان، ده الشيطان بيتعلم منهم، الشيطان بيتعلم منهم كل حاجه، ازاي ان هم بيكذبوا، ازاي ان هم يغسلوا دماغ اللي قدامه ويقنعوا بحاجات تانية. الشيطان ما يعرفش يعمل ده بيوزع حد على يعمل مصيبة، يسرق سريقة، يعمل كارثة. انما يكون واحد يديك وش كده انت شايف السماح والبتاع والكلام ده كله، والناحية التانية وش التاني خالص، ايه ده؟ يعني واحد بيرحب ويتكلم وكل سبع كلمات فيهم اربع كلمات كلام في الدين وقال الله وقال الرسول وهو بيقتل، ده الشيطان، ده دول أساتذة الشيطان. فأنا برضو ده سؤالي اللي هقوله الأول، إذا كان مداخل الشيطان للإنسان وزي إنه بيغويه والكلام ده كله، لا أنا عايز أقول له إزاي النهاردة ممكن الإخوان يغوي الشيطان، يتعلم منهم الحقيقة. يعني الحقيقة إن الناس إزاي رفعت راية الإسلام وبتقتل، وطلع من بطنها بقى داعش وطلع الناس اللي بيذبحوا باسم الدين. فاكرين الصورة حضراتكم اللي كانت في العراق بيقول الله أكبر، بيذبح واحد بيقول الله أكبر، أنهي دين اللي قال كده؟ مين بقى يبقى هنا الاستاذ مين اللي يغوي مين، الشيطان ولا دول؟ ده الشيطان لما بيشوف قال لك ده انا اول مره الاقي اساتذه ليا. يعني النهارده الرئيس حضر، كان في النهارده المؤتمر الدولي لدار الافتاء، كبار علماء الاسلام في العالم الاسلامي من 50 دوله كانوا موجودين. لو تفتكروا حضراتكم الرئيس عندما اطلق من فتره طويله، يعني كان لما اطلق وكان حتى الناس اتخضت لما قال لهم احنا عايزين نوع الحرب على تجديد الخطاب الديني، وعايزين ثورة لتجديد الخطاب، استخدم كلمة ثورة لتجديد الخطاب الديني. ويمكن اللي قاله الرئيس ابتدت شعوب الغرب تعرفه، شعوب سيبك من الحكومات، ان الحكومات كذابين، شعوب الغرب ابتدت تعرف ده وتفهم قيمة النهاردة ان حد من العالم الاسلامي، واحد من العالم الاسلامي ومسلم ودولة مهمة جدا في العالم الاسلامي بيتكلم. لان النهاردة اللي بيحصل والكلام اللي بيحصل والحواديث اللي بتحصل دي كلها طبعا هي لعبة جهنمية الحقيقة، من الأفكار الذكية الخطيرة جدا الحقيرة جدا في نفس الوقت اللي استخدمها الألمان الأمريكان آسف، لما هم كانوا يبتدي من فترة طويلة شاف التجربة في مصر، شافوا الشباب لما طلع في الثمانينات في مصر وباسم الدين ابتدى يقتل، وعاصم عبادة ده لما قتل له 150 ولا 152 واحد في الإسام والكلام باسم الدين تقتل. فكانت فكرة عشان كده فورا طبقوها، بس طبقوها فين؟ الاتحاد السوفيتي دخل افغانستان قال هاي فرصة نجرب فكرة ان نجيب شباب، لان ده دول اللي هيدمروا العالم بعد كده، هما دول اللي هيوقعوا الدنيا في كلها في بعضها. والتجربة بتاعت اللي حصلت في مصر، الفكرة بتاعت انك ترفع راية الاسلام وتقتل وتذبح وتعمل وتطلع من القرآن ما يجيز لك، ده كويس قوي. اول حاجة انك هتخلص على الاسلام ذات نفسه، لأن الإسلام هيبقى في نظر العالم كله في كل العالم دين قتل ودين إرهاب ودين كذب ودين دم، والإسلام مش كده. أدي أول حاجة خدوا الحكاية دي عملوها في أفغانستان، قعدوا 7-8 سنين وخلوهم وحوش، وبعد كده قال خلاص دولة الإلحاد رحلت عن أفغانستان، يلا اتكلوا على الله انتوا بقى بتاع، وابتدوا كانوا جندوا اللي جندوه وعملوا اللي عملوه، وابتدت وظهرت بعد كده القاعده وكله بتمويل امريكاني. اوعوا تصدقوا حاجه غير كده، كله بتمويل امريكاني، كل ده كان مسيطرين عليه بصوره اخرى. وفي الاخر عشان يلبسوهم عشان النهارده الاتحاد السوفيتي وقع واصبح ليس هناك عدو للامريكان للولايات المتحده الامريكيه، فكان لابد ان يكون هناك عدو فهو الاسلام. فعشان يبقى العدو ده يتكره في امريكا تحديدا عشان يبقى ده،
يبقى لازم نفجر البرجين. فدخلت الطياره اللي شفتوها حضراتكم وبدعوكم تشوفوها تاني وتالت، ويا ريت يا سالي تجيبوا صوره الطياره دي ولا تعرفوا الربع دلوقتي وزعوها في الحلقه في اي وقت. الطياره وهي داخله في البرجين وطالع بوسها من الناحيه الثانيه سليم، اول مره نشوفها. يعني ما احنا كده يبقى في بلاي ستيشن بقى، او البرج ده كان ايس كريم ودخل الطياره فيه ما اتكسرتش ولا حصل لها اي حاجه. المهم لبسوا الاسلام القضيه. ليه الامريكان بيعمل كده؟ لان الولايات المتحده الامريكيه بحكم تركيبتها دي كلها قوميات مختلفه، قوميات من كل العالم، ما فيش حاجه كان اسمها امريكا، ده ناس لهم من الشرق ومن الغرب ومن الهند ومن السند وبقت في امريكا. القوميات لا تذوب. تجربه الاتحاد السوفيتي 70 سنه، الشيشان والتركستان وما اعرفش كان والكلام ده كله، وقع الاتحاد السوفيتي طلع منه 20 دوله. فالقوميات لا تذوب، زيت وميه. الاتحاد السوفيتي ضغطوا بالضغط قعدوا، انما اول ما اتفك عملوا. فالتركيبه اللي موجوده وهي دي اللي هتدي، التركيبه دي اللي هتدي امريكا، هي دي اللي هتدهم. المجتمع اللي بيتكلم اللي هو بينشر الديمقراطيه في العالم هي دي اللي هتدهم. لان هناك عنصريه وهناك التركيبه القوميه وهناك كل حاجه. اليابانيين الامريكان في الحرب العالميه، ما كانتش لسه الحرب العالميه ما دخلتش، كانت امريكا دخلت الحرب العالميه، لما الطيران الياباني ضرب بيرل هاربر المينا وعمل كسر عظمهم، عملوا ايه الامريكان؟ لموا كل اليابانيين الامريكان حطوهم في الصحراء سجن. اليابانيين نسيوا ده؟ ما نسيوش. هل الصينيين اللي هم من اصل صيني في امريكا هينسوا؟ هل الطلاينه؟ هل العرب؟ هل اي حد؟ لا، قوميات لا تذوب. عشان توحد دايما القوميات دي كلها لازم يبقى في عدو، خطر داهم للولايات المتحده، فهو ده اللي يجمع الناس دي كلها عشان يبقى في الخطر الداهم ده. قعد الفيلم ده شغال في الاتحاد السوفيتي والصواريخ ضد الصواريخ والكلام اللي احنا سمعناه والحرب البارده والحرب الساخنه وكله، انما كلها كده. وقع الاتحاد السوفيتي وخلص، لان اوروبا ضربت من الحكايه دي، لان اوروبا الاتحاد السوفيتي في قلب اوروبا. وفي اي مشكله هتحصل بين امريكا والاتحاد السوفيتي هم اللي ضايعين. الله، طب انت هتتخانق واحنا نضيع؟ فكان لابد بقى ان نخلص من شغلانه الاتحاد السوفيتي ديت ونفك ونعمله، وامريكا اللي فكته طبعا لورباتشوف ربنا يكرمه، خلص على الاتحاد السوفيتي وطلعت من الاتحاد السوفيتي الدول اللي طلعت. انما قدر روسيا تقوم، والنهارده روسيا بتستعيد عافيتها وهتقوم وهي اللي هتقف للامريكان. انما هم الامريكا كان لازم يبقى في عدو، كان الاسلام. الامريكان بقى لما بقى الاسلام العدو عايزين يشوهوا صورته، فابتدوا وقتهم هم تبنوا الولاد دول وسلحوهم ودربوهم وخدوهم. لما بقوا على البرلين راحوا جايبين الولاد بتوعهم اللي هم عارفين دول، دخلوهم لوانت مالو على اساس ان دول مقبوض عليهم الكلام. انما كان في لوانت مالو بيعيد تجنيده ويعيد تركيبه ويعيد بقى عشان يطلع اجداد مصر وعشان يطلع بيت المقدس وعشان يطلع الكلام ده كله، اللي هي الاسماء بقى وبغدادي بتاع داعش كل دول من امتى ابتدوا يعملوهم ووزعوهم تاني. فمنها بيدمر في الاسلام، منها يستمر الاسلام يبقى هو العدو بتاع الامريكا والحضارة وعدو الحياه وعدو اي دين تاني وعدو كل ده. نمره ثلاثة يبقى عمل كل اللي عايز يعمله في المساله دي. لما الرئيس بقى قال النهارده في تجديد الخطاب لا الاسلام في ضرب ولا في موت ولا في حرق والكلام ده كله، لازم الدنيا تعرف كده، هنا ابتدت الشعوب في بره يعرفوا قيمه ده. والوحيد اللي وقف للارهاب في العالم هم بيعترفوا دلوقتي كانت مصر وكان الرئيس السيسي، سواء واقف على الارض عمليا في الميدان او سواء بتعمل تجديد الخطاب الديني وبتعمل هذا الكلام. انما في واقع الامر هنا دي صوره من المؤتمر الدولي لدار الافتاء اللي عقد النهارده في القاهره وكان الرئيس حاضر فيه، وده مهم جدا من توصيات بقى يا جماعه للمفتيين بقى في كل الدول الاسلاميه. خلي بالك وانت بتدي الفتوى، كل بلد لها اعراف ولها كذا، خلي بالك ان الفتوى اللي كانت من 500 سنه كانت لما كانت وسيله الانتقال هي انك انت يا جمل يا ماشي على رجليك، غير دلوقتي. مش لما هتعمل فتوى النهارده غير دلوقتي، بقت بتتحرك من مكان لمكان بطياره او بعربيه، يعني المسائل اختلفت. فكان لابد في تجديد الخطاب الديني، وده امر يعني طبيعي ومنطقي. وبعدين النهارده امبارح كان استاذ مختار نوح المحامي، وفي الحلقه بتاعت امبارح هو بيتكلم، هو عامل كتابه 50 سنه من الدماء على العنف المسلح اللي حصل في مصر، فبيتكلم على شكر مصطفى وفي المحاكمه. فشكر مصطفى بيتكلم فقال لهم وتعليم ايه؟ التعليم ده حرام. حرام ليه؟ قال لهم ما فيش حد يتعلم، الرسول كان امي. لما يطلع واحد يقول لك الكلام ده انت بتعمل له ايه؟ طب الرسول كانت حكمه اختيار ربنا سبحانه وتعالى للنبي اللي هينزل نازل عليه الدين القران، والقران هو معجزه الاسلام وهو المعجزه في بلاغته،
فعشان خاطر ما يبقاش في ادنى شك في اي حاجه نزل هكذا النبي كان امي، عشان كده ما بيقراش ولا بيكتب عشان كده. انما هو تفكيره وسمحته وكل حاجه في النبي عليه الصلاه والسلام اعظم عظماء الارض، الرسول عليه الصلاه والسلام. فشكر مصطفى يقول لك لا لا اتعلم ليه؟ ما هو النبي كان امي، ما كان اتعلم. شوف شوف تفكير دماغ ممسوحه وبيقتل اي حد غير كده. فدي الفكرة تجديد الخطاب الديني. انما هو طبعا كلها مكسب، ده جماعات الارهاب والترهيب دي كلها مكسب الحقيقه. اهو بيشوه في الاسلام، وهو بيعمل فتنه، وهو بيكسر الدول العربيه، وهي الخطه الدول اللي موجوده في المنطقه، وهي دي ضمن الخطه الامريكيه عشان تعمل دويلات. وين يطلع في الاخر رئيس الاركان من خمس ايام، رئيس الاركان الامريكي يقول خلاص كده، خلاص العراق لابد ان العراق يبقى ثلاث دول. ده انت يا راجل الرئيس بتاعك دخل العراق عشان ينقذ شعب العراق وعشان يجيب الديمقراطيه في العراق، مش عشان يموت مليون و200 او 200 و300 الف من العراق. دي امريكا بتاعت القيم والمبادئ، ودي امريكا اللي رجالتها شغالين، انا حمزاوي وغيره وغيره شغالين عمالين يتكلموا الديمقراطيه الديمقراطيه، هي دي امريكا وده اللي بيعملوه. ما نستهونش بفكره التحديث الخطاب الدولي، لانك انا بقف النهارده لان كم الاساءات التي او الحاجات، ما تقدرش تقنع اي مواطن امريكي او اوروبي او في اي حته في العالم اما يشوف ناس بتقتل باسم الدين يقول لك ده الدين، ده مش ممكن يبقى ده دين. وبعدين امريكا تقول عليهم الدوله الاسلاميه، شوف 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 السفاله دول، الدوله الاسلاميه اللي عملوا خلافه اسلاميه. طب وانت هتعمل خلافه اسلاميه ازاي وانت عمال تدبح في الناس ومش معترف بحد؟ وبعدين ده انا عايز اعرف ايه علاقه الناس اللي عمال تدبح فيهم دولت بانشاء دولتك الاسلاميه؟ ده الاسلام دخل لاخر الدنيا بالتجار وبالسماحه وبالامانه. لا فهي طبعا مساله يعني مش هنقدر نوقف ده كله الا بعلماء الدين، بس بالخطاب الديني الصحيح. والخطاب الديني بقى اللي خلاص لازم بقى نصفي بقى الحاجات بتاعت كتب التراث دي، مع احترام الكامل لكتب التراث، بس خلاص الوقت غير الوقت، وفي حاجات كتيره جدا من اللي هم بيستندوا اليها زي المتخلف اللي اسمه شكر مصطفى ده بتاع الفنيه العسكريه او اللي بعد كده، اللي بعد ده صالح درباله ده القتل واللي عملوه الكلام ده كله، يقول لك ما هو النبي كده تعليمها حرام، النبي كان امي وتعلم الناس ليه؟ طب والنبي تعمل ليه؟ انما كل دول تيجي بقى تدور مين اللي صرف على ده؟ يعني شكر مصطفى مين اللي كان بيصرف عليه؟ وعلى الشله دي كلها كان ليبيا معمر القذافي، لان كان مقصود باقتحام بتاع درباله، اقتحام الكليه الفنيه العسكريه، اغتيال السادات وهو كان في الموكب بتاعه وجاي. فكل دول بيصرف عليهم من اجهزه مخابرات اخرى، وفي الاخر اللي بيشغل اجهزه المخابرات دي كلها ما حدش يقدر يعمل حاجه من دماغه. لازم هيكون في الاخر الامريكان اللي بيقولوا له ده. الرئيس اكد برضه على اهميه توعيه المسلمين بدور محوري كسفراء لدينهم، بيعكسون قيمه السماحه المعتدله ليس فقط في التعامل فيما بينهم، ولكن ايضا فيما بين مع المسلمين والمسلمين، لان احنا دلوقتي ما حدش طايق بعض، وتعالى شوف السنه والشيعه، وتعالى شوف مش عارف الصوفيه، وتعالى لا 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 حكايات، ما بقت المساله غريبه جدا جدا يعني. المؤتمر زي ما بقول الاسلام ده عمل 14 توصيه اللي التنسيق الدائم بين دار الفتوى في كل الدول الاسلاميه، ينسقوا عشان خاطر ما يطلعش كلام، مراعاه الاعراف اللي بيفتي ده لازم يعرف الاعراف في كل دوله ايه، وسحب المسائل الماضي لازم يعرف ان في اختلاف حصل كبير جدا في الكلام ده كله، انشاء معاهد شرعيه، المهم في حاجات كتير عملوها في هذا الكلام. الاجتماع في حد ذاته هائل ومهم جدا 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 جدا، لان انا الحرب على الارهاب اللي دلوقتي ما هو الارهاب بقى في العالم كله، هو في ارهاب تاني الا اللي ماسكينه اللي هم رافعين رايه الاسلام؟ ما هم كله ولا اله الا الله محمد رسول الله، هو الارهاب اللي في العالم كله دول، وهو ارهام هم دول اللي عايزين يخلصوا على الاسلام. فالنهارده لابد يكون في حرب اخرى لمواجهه ده، والحرب الاخرى بقى لمواجهه ده والاهم والاشمل والاعظم دورها اللي علماء الدين في الوطن العربي، لان الحقيقه الامر احنا تركت المسائل لامور كتب معموله من 700 و600 سنه هي التي بتسيرنا، وهي اللي مسيطره على عقولنا، وهي اللي مخليه كل دول بيقتل باسم الدين. النهارده في الحقيقه عايز اشوف عندك يا سالي كلمه وزير الخارجيه كانت مؤثره جدا بتاعت ليبيا. كان في اجتماع لجمع الدول العربيه النهارده، جمع الدول تعهدت بدعم العسكري الليبي لمحاربه داعش. الوزير الخارجيه الليبي
قال الكل طفح خلاص. ما هم بعد الحادثه اللي حصلت من 3 4 ايام واتضرب وبعديها داعش بالطيران في سيرت والحته دي كلها، الاستاذ وزير الخارجيه الليبي السيد محمد دايري قال في الاجتماع النهارده ان لازم الدول العربيه تتدخل عسكريا لمساعده ليبيا. وقال الوزير ان يعني الكل طفح، وده جزء من الكلمه بتاعته، اتمنى ان الدول تعمل حاجه، الدول العربيه تعمل حاجه، ان قطر لها نفوذ جامد في الدول العربيه. لا نفوذ جامد في الدول العربيه، اتمنى انهم يعملوا حاجه يعني. ورينا كلمه الراجل ده يعني. تنقص الجيش الليبي عندما يتم الاعتداء على اهلنا في سرت، عندما تطلب من جماعات تنتمي إلى الجيش الوطني التحرك من إجدابية، الجواب يأتي أين الذخيرة؟ لا توجد عندنا ذخيرة للتحرك. إذن فهناك حصار على الجيش الليبي وعلى أبنائه وعلى قدراته لعدم تمكينه من تحقيق النصر اللازم على هذا الظلام الأسود الذي يحيط بنا في ليبيا. النهاردة وزارة الداخلية النهاردة خبطة من الخبطات الكبيرة بتاعتها النهاردة، أكبر خليتين إرهابيتين في الشرقية، التحقيقات بتقول إن المسكوم دولت المجرمين دولت هم اللي فجروا خطوط الغاز وأبراج الكهرباء وعلى استهداف الرجال للشرطة، تخطيط بيعملوا أعمال عدائية. المهم اتمسكوا النهاردة، والاعترافات عشان ما يبقاش الكلام بقى ونقول حاجة، تعالوا نسمع اعترافاتهم. في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية لملاحقة البؤر الإرهابية التي تطلع كوادرها بتنفيذ العمليات العدائية بالبلاد وكشف مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي وملاحقة عناصره أعضاء لجان العمليات النوعية الهاربة بمحافظة الشرقية وضبط عناصره القيادية المسؤولين عن ارتكاب حوادث استهداف ضباط القوات المسلحة والشرطة وزرع العبوات الناسفة بالمنشآت الهامة والحيوية، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن قيام كوادر لجان العمليات النوعية بمحافظة الشرقية بتكوين خليتين للعمليات الإرهابية بمدينتي العاشر من رمضان وبلبيس لارتكاب سلسلة من التفجيرات بهما والتخطيط لارتكاب بعض الأعمال العدائية قبيل ضبطهم واضطلاعهم بتجهيز أوكار لتصنيع وتخزين العبوات المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية في ذكرى ما أسموه اعتصامي الرابعة والنهضة. أسفرت الجهود عن تحديد الأوكار التنظيمية التي تختبئ فيها عناصر الخليتين وكذلك أماكن تخزين العبوات المتفجرة، حيث تم ضبط 7 من أعضاء الخليتين من عناصر لجان العمليات النوعية منفذ العديد من حوادث استهداف القوات المسلحة والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية. أنا اسمي إسلام عطية على عطية سرحان من قرية الحمل، مواليد 22/9/83، الاسم الحركي البراء. اشتركت في الإخوان المسلمين سنة 2004، شاركت معهم في فعالياتهم في لقاءاتهم التربوية، واشتركت في اعتصام ميدان الرابعة العلوية، وكنت موجود يوم فض الاعتصام، وبعد الاعتصام نزلت مع الإخوان المسلمين في المظاهرات في الشوارع لغاية ما قبل رمضان بحوالي 15 يوم اتصل بيا وائل السباعي من ساكن هو في خط العيد، طلب مني ان اخد مبلغ فيما يخرج من 40,000 جنيه اوصله للسيد قاسم الجزاوي، هو من قرية الحمل، وده اتكرر معايا 3 مرات قبل شهر 6 وقبل شهر 7 وقبل شهر 8، وفي حوالي نص رمضان او 10 رمضان اداني حوالي 19,000 جنيه وطلب مني اوصلهم برضه للسيد قاسم الجزاوي اللي هو من حمل، عشان وقال لي توصية ان هو يجهز حاجة عشان العيد. العيد ده عشان يعيد، يعني معناه انه يجهز عبوات عشان يحطوها عند ابراج الكهرباء وفي الاماكن العامة. انا اسمي معاذ احمد محمد فرواوي من قرية الزوامل تبع مركز بلبيس. من شهرين جه واحد اسمه احمد فكري قال لي ما ينفعش حد من الاخوان يبقى ما بيأديش دور، ففي واحد هيتصل عليك لما يقول لك اسمه منصور، ان انت اسمك منصور تبقى ترد عليه. فاتصل عليا شخص مجهول مش عارفه وقابلته وقال لي عايزين نجهز عبوات يعني نعمل بيها نحطها نسرعها في اماكن زي الكهرباء او غيره.
كان دوري ان انا باخد منه او يعني جاب واحد اسمه علي اسمه الحقيقي محمد قطب ياخد مني الحاجه ديت يوديها للناس اللي هيزرعوها او هيزرعها هو. اسمي حسني محمد طلعت والاسم الحركي عبد السميع، مواليد 29/1/68، الاقامه بالعاشر من رمضان. بدات التزم مع الاخوان سنه 88 ودخل عن طريق الدكتور عميد بسام، والتزمت مع الاخوان من الوقت ده. بعد كده بدات الامور تمشي وبدانا جه في احداث فضل رابعه، حضرنا فضل رابعه وكنا بنحضر بعد فضل رابعه المظاهرات اللي كانت موجوده باستمرار. بعد كده بدات انتقل للعاشر من رمضان وبدات اتعرف بالاستاذ احمد فكري وبدا يكلمني في موضوع العمل النووي اللي هو ان احنا نزرع متفجرات وعبوات تحت براج الكهرباء. وكان لما اتقابلت معاه قال لي يبقى في ثلاث اشخاص دول هيبقى التنسيق بينك وبينهم وهم عباره عن ثلاث اسماء، اكرم وكريم ووائل. اكرم وكريم كان دورهم ان هم بيحددوا اهداف وبيقوموا بعمليه التنفيذ، ووائل كان دوره ان هو يبدا يصنع العبوات دي اللي احنا هنحطها تحت الابراج. وتم مداهمة أماكن تخزين العبوات المتفجرة حيث أسفرت عن ضبط 52 عبوة تفجيرية معدة للاستخدام، 58 عبوة بلاستيكية فارغة معدة للتعبئة، 50 كيلو عجينة من المواد الكيميائية مواد متفجرة، 4 أجولة زينة الواحدة 50 كيلو كيس صغير الحجم بداخلها مادة النترات، 13 دائرة كهربائية مجهزة وغيرها من المواد والأدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة التي تستخدم في عملياتهم الإرهابية. عناصر التنظيم المضبوطين متورطين في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية النوعية، منها تفجير خطوط الغاز الطبيعي والمياه وأبراج كهرباء بمدينتي العاشر من رمضان وبلبيس. اسمي عبد الرحمن عدنان أبو العلا محمود، طالب في كلية زراعة جامعة الزقازيق الفرقة الثانية من مدينة بلبيس. تعرفت على الإخوان المسلمين عن طريق واحد اسمه الشيخ عمرو حمام. عمرو حمام ده هو اللي عرفني على الإخوان المسلمين. بعد كده عرفنا على واحد اسمه دكتور صديق. دكتور صديق ده طلب مني ان احنا نشتغل عمليات الارباك. حرقنا محولات، حرقنا محول في غيتا، حرقنا محول في العدليه، حرقنا محول في بلبيس، حرقنا فحار، حرقنا عربيه مواطن اسمه حاتم صيام. انا اسمي احمد فكري احمد عبد السلام، من قريه اسمها القصر القديم تبع بلبيس محافظه الشرقيه، مريح 11/10/71. من العمل مأمور ضرائب عامة بالبيس. انضمت للإخوان سنة 89 علي جدي الأستاذ عبد الكريم صيام. طلبوا مني بواسطة خالد هزاع من قيمة 8 شهور إن احنا نعمل مجموعة عمل نووي. كان هدفها وضع عبوات ناسفة تحت أبراج محمول، تحت كهرباء، أبراج كهرباء، تحت خطوط غاز، تحت خطوط مية. وبدأوا فعلا يشتغلوا 3-4 شهور، اشتغلوا لأن حصل تفجير المصنع بتاعهم أو البيت بتاعهم اللي كانوا مصنعوا فيه، المصنع بتاع بسين بركات. مات فيها أحمد ومات واحد فيها من بسين بركات. في الفترة بقى الفترة البينية ديت اللي ما كانش فيها التصنيع ديت، ضربوا رصدوا بوكس وضربوا عليه نار، كانوا مجموعتين ضربوا عليه نار وللاسف مات فيها واحد من افراد الشرطه. انا الطالب محمد احمد محمود عنتر من الفرقه الثانيه الميكانيكيه جامعه الزقازيق. والدي اخوان وانا اخوان وشاركنا في مظاهرات بعد فتره رابعه. وجي من فتره صلاح وجي من فتره واحد اسمه مندي في مظاهرات في العاشر من رمضان، هو قاعد في العاشر من رمضان قال عايزين نقطع طريق مكيت ماك، فروحنا قطعنا طريق مكيت ماك انا وغندي ومحمد صلاح ومحمد عاطف وصلاح حسين وصلاح حسين. وبعدين قابلت واحد بعدها بفتره اسمه صلاح اداني 50 جنيه حق قطع الطريق. وبعدين قابلت صلاح حسين بعدها بفتره قال لي ان هم حرقوا برج شبكه موبينيل. كما اعترفوا بقيامهم برصد بعض من ضباط وافراد الشرطه بمحافظه الشرقيه تمهيدا لاستهدافهم. وستستمر أجهزة وزارة الداخلية في ملاحقة أعضاء وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي وتجفيف منابع الدعم المادي لعناصرها والتصدي للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي أعمال إجرامية تستهدف أبناء الوطن وأجهزته الأمنية ومنشآته الحيوية في كافة ربوع الجمهورية. عايز اقول يعني الحقيقه خلاص يعني الواحد دلوقتي يقدر يقول ان الامن الوطني الثلاث اربع اشهر اللي فاتوا الحقيقه نقدر نقول ان خلاص
امن الوطن في الداخل النهارده وفي المعلوماتي والحاجات دي، امن الوطن السعاده عافيته. يعني انا عايز اقول للناس دي بتشتغل تحت اسوأ واصعب الظروف، كل والله كل اخواننا في الداخليه، انما النهارده ده المطلوب منه معلومات. لو نلاحظ احنا من 3 اشهر أو ابتدت المساله النهارده ان انا اخذنا خطوتين لقدام، بقينا الحالات الاستباقيه كلها ان انا ابتدي ادور بقى على اللي مشغل واللي بيمول. وعشان كان كده كان مهم قوي ان في فكره ان لازم تتحط تحت الحراسه والاموال تتحط تحت الحراسه، والحكايه دي كانت مزعله عمرو حمزاوي قوي. ما هي استاذ عمرو حمزاوي الفلوس دي اللي بتدفع بيها الحالات اللي بتقتل بيها المصريين، دي اللي بيخربوا برج الكهرباء اللي ب 10 مليون جنيه اللي دافع من دم المصريين. ما هم دول اللي بيحطوا العبوات اللي بيموت فيها طفل، بيموت فيها طفله، بيموت فيها ضابط، بيموت فيها جندي، بيموت فيها اي حد، ده من المصريين. فالنهارده لما يبتدي، وبعدين اللي الناس اللي عماله تتكلم اصل ولاء الفصيل ولازم يخش يبقى في حياه سياسيه، فصيل ايه؟ دول قتله اهم. يعني حتى الناس اللي قاعده كانت قاعده ساكته، قلت ازاي؟ ازاي اخواني وساكت؟ تعال اقتل وتعال اعمل اهو اتماسكوا. كل التقدير والاحترام لوزاره الداخليه في كل تخصصاتها، وعلى وجه الخصوص الحقيقه الامن الوطني والدور الهائل اللي قام بيه. وادي خليتين اطمنوا حضراتكم، مصر بخير وهتبقى بخير ان شاء الله. اطمنوا حضراتكم، اطمنوا حضراتكم. عايز بس النهارده اقول للاعلام في وزاره الداخليه، يعني الحقيقه نقله اخرى ان انا بقى في ترجمه النهارده، كتابه الترجمه لما يقال من اعترافات، عشان لما نبعت بقى لاشتون، لما تيجي اشتون تصوت تاني ما انا معرفش راحت فينا حته يعني، او لما يجي حد بره يتكلم يا عم ادي اتمسك وادي اعترافاته اهي، والراجل تقدروا تقولوا له اعترافات اللي قلتها دي تقدروا اهو موجود في السجن بيتحقق معاه، او لو كان اتحبس ولا يعني النهارده بقت مهم جدا بيتكلم. عشان انا النهارده الادله، ما احنا لو كنا طلعنا الحاجات دي كلها ما كانش حد ليه يتكلم، ما كانش ليه يقول لك الحقيقه. احنا ليس لدينا ما يثبت ان جماعه الاخوان متورطه في اي شيء. الله، امال دول منين؟ امال اللي بيحرقوا دول وبيخربوا وبيموتوا دول منين؟ فده الحقيقه خطوه هايله للفرع الاعلام، هيئه العلاقات العامه والاعلام في الداخليه، هايله جدا والله. يعني انا عايز اقول حاجه هايله جدا، العلاقات العامه النهارده والاعلام، الاعلام في الداخليه النهارده اتحرك تحرك جامد وجود هذه الترجمه. وعقبال ما يبقى في ترجمه حد بين الترجمه، عشان حتى اللي يبقى في ترجمه هو بيتاخد كلامه، ما يهمنيش ان في كلامه في الصوره وانا بعمل ترجمه يبقى حد بياخد الكلام ده بيعمل ترجمه بقى له صوت، واوطي صوت العرش يسمعوها، عشان لو انطرش ما شافش ولا اتعمى ما شافش يبقى بيسمع الصوت، يبقى في ترجمه، ويا ريت يبقى في انجليزي، ويبقى ريت تاني بلغه تانيه، ونبعت للسفارات بقى، ونبعت لسفير المانيا اللي كان هنا اللي اظن راح تركيا، نبعت لهم نقول لهم اهم اهو. بس هايل هايل الداخليه، شيء رائع جدا جدا جدا. وبرضه خالص العداء للداخليه الحقيقه الشهيد هشام